التقى معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد صباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع معالي السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على عشاء عمل مساء الأحد 23 من يناير لعام 2022 في العاصمة البلجيكية بروكسل. تم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع الجانبين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم أيضا استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وتأتي زيارة معالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى بروكسل تلبية للدعوة لمشاركته كضيف شرف في إفطار عمل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد للغاية في تواجدي في بلجيكا في بروكسل ولقاء أخي وزميلي وصديقي سعادة الأخ جوزيف بوريل مفوض الأعلى لشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. طبعا بالنسبة إلى العلاقات الكويتية الأوروبية علاقات متشعبة، علاقات عديدة، وهناك في الكثير من القواسم المشتركة بين الفضائين، بين الكويت وبين الاتحاد الأوروبي، ونحن نقدر جدا هذه العلاقات ونثمنها بشكل غالي. ولدينا جميعا الكويت والاتحاد الأوروبي كل النية لتعزيزها في كافة القطاعات. الآن هناك في لقاء مرتقب وعشاء عمل، وسوف نناقش الكثير من التحديات والقواسم المشتركة التي تمر فيها منطقتنا وإقليمنا وكذلك على الصعيد الدولي. من المهم مشاطرة الأفكار والسماع من الأصدقاء في أوروبا للجوانب التي لديهم بالنسبة إلى النظرة حيال التحديات التي تحيق في منطقتنا، وكذلك من المهم أن يسمعوا منا مرئياتنا حيالها وتبادل وجهات النظر بشأنها. فأنا شاكر إلى صديقي جوزيف بوريل إلى هذه الدعوة الكريمة، ونطلع إلى الغد إلى لقاء وإفطار عمل مع باقي وزراء الاتحاد الأوروبي. شاكر لكم.